خوت، مرحبا بكم في قصة جديدة. القصة ديال هذا النهار هذا هي ديال واحد السيد كان ماشي مسوق في الصباح بكري مع الفجر، مسوق من الدوار للمدينة في واحد الطونوبيل ديالو. هو ماشي، هو تقريبا له واحد الشكارة على جنب الكودرون، محطوطة واحد الشكارة. ملي نزل يشوف ديك الشكارة سمو فيها، بقى كيقلب لقى فيها الطحين، وملي حشا يدو يقلب في وسط داك الطحين لقى واحد السربيس، واحد المفاجأة. مشى قرر يدي داك الشكارة يديها للجوندار. ملي داها للجوندار وكذا وقلب وعاود للجوندار، لقاو عاود واحد المفاجأة أخرى تحت داك الدقيقة، عاود لتحت في ديك الشكارة. فقبل ما نبداو هذه القصه، فاعطيو نجيم وتبعوا معنا هذه القصه حتى للتالي، وتهلاو فينا بالنجيم ولا كومونتير. وواحد الحاجه لاحظتها بان الناس، اغلبيه الناس اللي كيتفرجوا ما ابونيش، ما دايرينش ابوني. ماكش دير ابوني، تكي عليها، راه كاين حدا السميه غتلقاها زرقاء تما، غادي تكي عليها غادي تابونا. بصح الا ما لقيتهاش راك ما ابوني، بصح الا لقيت شي سويفي زرقاء تكي عليها. ونمشيو نطرقوا لواحد الموضوع اللي هو راه صاري هذه الايامات هذه، اللي هو غلاء الاسعار. هذه الايامات هذه كما شفنا غلاء الاسعار، شنو غادي نديرو؟ واش غادي نقاطعو؟ ما يمكنش تقاطع انت الزيت والبيض وكذا، واحد المواد اللي هي اساسيه ما يمكنش تقاطعها. اذا هذا الشيء ما غاديش تصلح له المقاطعه ولا كذا، شنو غادي يصلح له؟ الله اعلم. المهم حنايا ما عجبناش هذا الشيء اللي صاري، وكما كتعرفوا اللي كيهضر على حقه في هذه البلاد راه غادي يصرى له بحال هكا، بحال هذا الفيديو هذا. شوفوه هكا غادي يصرى له، اللي هضر على حقه في المغرب هكا يصرى له. فاحنا مع الشعب، اللي دار الشعب حنا معاهم. الا قال لك نخرجوا من هذه البلاد نخرجوا، قال لك نخترقوا الحدود نمشي ندبروا على راسنا في جهه اخرى نمشيو فين ما قال الشعب شي حاجه، حنايا مع الشعب، لان حتى حنا ولاد الشعب ومضرين كما مضر الشعب، حتى حنا مضرين معاه. وتحياتي لكم. القصه ديالنا كتبدا مع واحد السيد كان ماشي مسوق مع الفجر، ماشي للمدينه، بوحدو في الطوموبيل ديالو مع شي الفجر ولا كذا. هو ماشي وتا كتبان له واحد الشكاره على طرف الكودرون. قبل ما يوقف على ديك الشكاره بقى كيتسائل واش شي واحد راه يدير ستوب باغي يمشي للسوق، واش شي واحد كذا. ونسيت نقول لكم بان تاي مازال ما زادوش فيه، نشربوا تاي واحد ما زادوا فيه، حتى يزيدوا فيه ما بقاش نشربوا. ملي بانت له ديك الشكاره على جنب القدر بقى كيتسائل، قال واش شي واحد راه دايرها تما، واش باغي يتسوق، واش شي واحد راه جالس حداها، واش كذا. منا وصلت لحداها ووقف وما نزلش، بقى واقف. علاش؟ لان كانوا كيديروا واحد اللعبه دي شحال، واحد الطريقه ديال السرقه، هي انهم كيلوحوا كاشات جداد حدا الكودرون، كيجيو حدا جنب الكودرون وكيلوحوا واحد الكاشات جداد في الميكا ديالهم، شي لحوفه جداد، باش نتايا كتشوفهم كتنزل تهزهم، كتقول انت راه شي كاميو فات منا مشارجي وراه طاحوا له، ننزل نهزهم. اللي كتنزل حتى كينزلوا عليك تما، يعطيوك قتله ديال العصا واحد خمسه الناس ولا سته، ويديو لك الطوموبيل، يديو لك الفلوس، يديو لك كل شيء على الطمع ديالك اللي نزلت تهز كاشه. هاد السيد هكا كسرالو، ولكن جمع الشجاعه ديالو وبعد شويه اللور ودار الضو ديال الطوموبيل في ديك الشكاره ونزل يشوف. وبقى كيشوف مع اطرافه كما شي حد راه جاي، شي واحد باغي يغردو في شي زرواطه، شي واحد كذا. وصل لديك الشكاره، ملي هزها بقى كيقلب فيها كذا، منا بانت له بحال شي دقيق. فتح حل ديك الخيط ديال ديك الشكاره، فتح لقاها دقيق، يعني طحين. ملي كيبقى يقلب كذا منا، لقاه طحين، شاف مع جنابو، قال لك ماشي حد باغي يغردني عاود كذا. شاف ما لقى حتى شي واحد، ويجي مولي الطوموبيل ديالو. توصل الطوموبيل ديالو قال يكما فيها هاد الشكره ديال الدقيق، فيها شي حاجه لتحت ولا كذا، منا نديها معايا. ويولي ويهزها ويشرجيها في الطوموبيل ديالو ويديها ويتحرك. فين دارها في الطوموبيل ديالو؟ يتحرك، قال لك ماشي هضر باغي يغردني عاود ولا كذا، ويهرب من ديك البلاصه. دا ديك الشكره ومشى، ويمشي مع داك القدره. مشى حتى لواحد لابيس كيعرفها دايره لواحد القنت شي دوار اخر، ودخل معاها ومشى ريض حدا واحد الشجره وجبد ديك الشكره. وبقى كيقلب حشا يديه في وسط ديك الشكره، وكتبان له شي ميكا تما، بحال شي ميكا في وسط داك الدقيق. جبد ديك الميكا، ما في الاول ما قدش يجبدها، لان كانت الدقيق يعني كما نقولوا الضغط ديال الطحين ما خلاش يجبدها. بسته تميل ديك الشكاره بسته ستيك شفا باش جبد ديك الميكا في وسط داك الدقيق، لان كانت شويه لتحت في وسط داك الدقيق. ملي جبدها لقى ديك الميكا في وسطها بدله ديال الرجال، يعني لبسه، يعني كما نقولوا تريكو، سروال، سيكليزم كذا. منا بقى كيقلب كذا، منا قال يكما شي واحد قتلوه وداروا هاد الحوايج هنايا ولا شي حاجه، سمو راه واقع، سمو واش ندي هادشي للجندارم؟ نقول لهم وديها سمو لقيت، ولا ديت لهم واش غادي يشدوني انا؟ كما يشدوني انا يقولوا لي انت اللي درت هاد السيرفيس هذا. يا ربي تفكنا من هاد ولا سمحت فيها انا ومشيت، ويجيو لقاو البصمه ديالي هنا، كادي ندير كي ندير لوجهي، واش ندي هادشي نحرقو؟ واش ندي هادشي نرميه؟ واش سمو ندير؟ في التالي قرر يديه للجندارم. هز ديك الشكاره، هز ديك الميكا، ومشى داهم للجندارم. بقى كيتسنى واحد نص ساعه ولا عاد عطاوه، عاد دخلوه عطاوه وقت وكذا، وسولوه سمو عندك تعال من جيت كذا. منا دخلوا عندك الشاف ديال الجوندارم، داك كيما نقولوا هما القبطان ديال الجوندارم. قال له ودي راني كنت جاي في الصباح بكري مسوق، وها سمو لقيت، ها سمو لقيت، ها سمو لقيت، منين جبدتها باش نفتح نشوف، ها سمو لقيت. قال له زيد ورينا هاد الشكاره. مشاو وراهم ديك الشكاره، جبدوها هودوها. جا واحد الجدارمي لبس لي كويات وكذا، منا اللي قات، وبقى يقلب في ديك الشكاره، يقلب
قال لهم خصنا نخويوها باش نشوفوا اسمه في وسطها حاجه اخرى، ربما تكون في وسطها شي حاجه اخرى. جابوا واحد الشكاره اخرى خاويه وبقاو كيهزوا من داك الدقيق اللي في ديك الشكاره وكيحطوا في الشكاره الاخرى وكيجبدوا، هما تلقاو واحد الميكه اخرى، لقاو واحد الميكا اخرى ملي فتحوها لقاو فيها شي ورق، يعني فيها لا كارت ناسيونال، فيها البيرمي، فيها الباسبور ديال خينا، لان خينا كان في فرنسا مول هاد الكسوه ومول هاد لاكارت مولهم في فرنسا، لقاو الباسبور ديالو. يعني يلاه دخل في فرنسا، يلاه واحد الشهر ولا ملي دخل من فرنسا. ملي جبدوا داك الشيء بقاو كيقلبوا، قالوا فين لقيت هاد الشيء، داروا له محضر، ها فين لقيتها، قيساش لقيتها، اسمو جبدتها، اسمو انا، هاك سميتي، ها فين ساكني انا. قالوا صافي سير الله يعاونك، وفوقاش ما عيطنا لك خصك تجي. قال لهم صافي صافي. ملي مشاو يقلبوا على هذا السيد اللي العنوان ديالو في لاكارت ناسيونال، هذا اللي لقاو لاكارت ديالو فاس ديك الشكاره ديال الدقيق، ملي مشاو يقلبوا على العنوان السكنه ديالو ما لقاوهاش، ما لقاوش في الدار ديالو. سولوا عليه، قال لهم ودي هذا شي يومين ولا 3 ايام ما شتناه، فين مشى الله اعلم. ولا عاود في حالتهم دوك الجوندام قرروا يشوفوا البصمات اللي كاينين تما في ديك الميكا، واللي كاينين في ديك الشكاره، واللي كاينين في ديك لاكارت ديال الناسيونال. داوها المختبر، بقاو كيقلبوا يقلبوا يقلبوا، جبدوا واحد البصمات من تما، هو يبان لهم واحد الشخص جديد، يعني بصمات ديال واحد الشخص جديد، ماشي البصمات، ماشي البصمات ديال مول لوطو اللي لقى الشكاره، وماشي البصمات ديال مول لاكارت، يعني بصمه اخرى جديده ديال واحد السيد واحد اخر. جبدوا العنوان ديالو فين ساكن وكذا، عيطوا له، جا عندهم قالوا له واش كتعرف هذا السيد هذا؟ قال لهم وانا عارفه. شكون هو هذا السيد؟ قال لهم نسيبي. قالوا لقينا البصمه ديالك في واحد الورق، لقينا في واحد الشكاره ديال الطحين، هذه ما نكرهاش. قال لهم واه كاينه، قال لهم انا درتهم في ديك الشكاره ديال الطحين ورميتهم على جنب الكودرون. وعلى زعما رماهم على جنب الكودرون؟ اش زعما ما بعدهمش؟ وعلى زعما دارهم في الشكاره ديال الطحين؟ علاش ما دارهمش في شي شكاره وحرق؟ علاش ما حرقهمش؟ هنا كيبقى تساؤل. قال واش انت درتهم في الشكاره؟ واه انا درتهم. علاش درت هذا السيرفيس هذا؟ قال لهم باش ندير له المتاعب، باش نعييه شويه، باش نمرضه شويه، يضرب تمار على هذا الورق باش يولي يجددهم. علاش هذا الشيء كامل؟ قالوا لي انا كان مزوج باختي، واختي خلاها في فرنسا وجانا للمغرب باش يتزوج واحده اخرى. قال لهم القاضي عطاه التعدد باش يقدر يتزوج واحده اخرى، واختي ما بغاتش، وقررنا نديروا هذه المتاعب هذه باش نلهيوه شويه. وفين راه هو؟ فين راه خينا مول لاكارت؟ بحال مثلا نسميو حنا عبد القادر، فين راه عبد القادر؟ الله اعلم. بقى كيتسنطح شويه، يتجبد شويه، قال لهم اسيدي نقرر لكم وطلقوني نمشي. واه يلا قررنا ونطلقوك تمشي، انا رابطه في واحد الدوار في واحد الكوري، ها اسمه، ها اسمه. علاش راك رابطه؟ قال لهم لانه بغى يتزوج بواحد المراه، واختي كان داي اختي، وبغى يزيد عليها مراه اخرى، واختي ما بغاتش، وصيفطت لي شي فلوس وقالت لي ها هي الفلوس ندور معاك وشدو وما تخليش كذا، ودير له المتاعب وربطو وكتفو، ها اسمو دير، ها اسمو دير. يلا ورينا سيدي هاد الدوار. مشاو لداك الدوار وراهم الكوري فين كان رابطو، دخلوا للكوري ولقاو داك السيد مربوط تما مسلسل، رابطو بالقفوله وبالسناسل من يديه ومرجليه، وداك السيد يعني كيما نقولوا شاحب، يعني بداي مرض، يعني لانه حابس وما كيتحرك، ما كيشوف الشمس من 3 ايام هو مربوط تما، وكاتلو الغبن. داوه للمستشفى وجابوا خينا عاد كملوا معاه التحقيق. علاش درت انت هذا الشيء؟ شحال صيفطت لك اختك؟ ها شحال صيفطت لي؟ اسمو قالت لك دير، ها اسمو كي صرا انت دخلت تما؟ واش هو جا عندك؟ واه سيدي انا قلت له روح لعندي نتحاسبوا في شي صوالح وكذا، منا جا عندي لتما، ومن جا عندي لتما مع اسمو قال لهم واش كلتو شي حاجه ولا داخ كذا، منا درت له شي حاجه، شي منوم في المناضه ولا في العصير، منين رقد انا شديته ربطته درته تما، وهذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي كاين. داوه المحاكمه يحاكموه، وداروا مذكره بحث عالميه للانتربول باش يجيبوا مرتهم فرنسا، والله اعلم واش جابوها ولا عاد تما، ولا المهم داروا لها مذكره بحث باش تهي يبقى مبحوث عنها، فوقاش ما دخلت المغرب ولا فوقاش ما شدوها فرنسا، يدخلوها للمغرب وتتحاكم حتى هي. وتحياتي لكم، ونشوفكم ان شاء الله في قصه جديده، وما تنساوش احنا ديما مع الشعب، ولا لغلاء الاسعار، لا لغلاء الاسعار. تحياتي لكم، ونشوفكم في قصه جديده. تحياتي لكم. ولا تضارون لتضيقوا علينا، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.